نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان. هذه الانطلاقة مستمرة على سابع أشواطنا في هذا الصباح المميز، نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط مع ألفية الإبكار ومع الصدارة الرياضية سليمان بن حمد المالكي مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول أيضا من الفارع راشد بن علي الغيلاني مع المركز الثاني، والمركز الثالث ناصر بن سالم المالكي من واقع شعاره من ينطلق مع المركز الأول. هناك أول منطلق مع الصدارة مع مشهورة، المركز الثالث القدوم الآخر هناك هو التقدم مع الشانية علي بن سعيد المالكي من ينطلق مع المركز الرابع، والمركز الخامس هناك التواجد من الشانية علي بن محمد الوهيبي على خامس المراكز، وسادس المراكز الوصول الآخر من الفارعة، وهناك التواجد حامل رقم 2 سمحة سالم بن سليم بن سالم اليحافي اللي ينطلق مع هذه المراكز. عودة مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة وهذه الانطلاقات الرائعة والتحديات المثيرة. عود مع المركز الأول إلى الصدارة هذا الشوط، والانطلاق مع المركز الأول والقيادة هناك مع الصدارة هذا الشوط، والتحدي والتنافس الثنائي نحو المركز الأول، والمقدمة حاملة رقم 8 الشاهنية من يتواجد علي بن سعيد الوهيبي أيضا المالكي. نعم المنطلق هناك أيضا نحو المراكز الأولى والصدارة هذا الشوط، أيضا المنطلق المركز الثاني الوصول الآخر والتقدم في هذه اللحظات مع حاملة رقم 24 الواصلة هنا والمنطلق الشاهنية علي بن محمد الوهيبي، لكن القدوم الآخر والتقدم مع الطواري مطر بن راشد المالكي ينطلق مع طواري، لكن من الجانب الآخر الواعي عبد الله بن سليمان المالكي من ينطلق مع الواعي من الجانب بالآخر، والمركز الآخر هناك أيضا حامل رقم 7 بغداد محمد بن أحمد الحجري المنطلق. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة والقادمة، لكن طواري 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 أعلنت حالة طواري نحو المراكز الأولى مع الكيلو متر الأخير المنطلق نحو الصدارة هذا الشوط، نحو الأداء الرائع المميز انفردت مع الكيلو متر الأخير. أيضا مطر بن راشد بن خويطر المالكي منطلقا نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو التحدي الجميل، نحو الإثارة، نحو الإبداع المميز. المركز الثاني الوصول الآخر من بغداد محمد بن أحمد الحجري المنطلق على المركز الثاني، المهندس الغادم على المركز الثالث الوصول مع أيضا امتياز مودة بن حمد الوهيبي ينطلق مع امتياز الوصول الآخر أيضا مع الشهنية الوهيبي بن محمد الوهيبي. لكن أعود مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، الصدارة والقيادة والمركز الأول طواري، روح يا مالك طواري، روح يا مالك طواري نحو المركز الأول الوصول الآخر والتقدم ما شاء الله القادمة والمنطلقة القادمة الشهنية الوهيبي بن محمد الوهيبي والعصا في الأبطان. طواري ما زالت في المقدمة نحو المركز الأول نحو الانطلاق الجميل، لكن الشاهنية من تتقدم في هذه اللحظات الوهيبي بن محمد الوهيبي نحو المركز الأول تنطلق في الصدارة هذا الشوط، منطلقة منافسة حتى هذه اللحظات. تهانينا والناموس للوهيبي بن محمد الوهيبي على هذا الأداء الجميل والعرض المميز والانطلاقة في هذه اللحظات. أشكرك الوهيبي بن محمد الوهيبي أيضا هذا الشعار العملاق المشارك. المركز الثاني كانت هناك طواري راشد أيضا بن خويطر المالكي، والمركز ايضا الثالث الوصول من امتياز حمود بن حمد الوهيبي بتوقيت الزمن 4 دقائق 30 88 جزء من الثاني والتوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس لمالكي ايضا الشهني.